أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مستمرين معكم في تغطيتنا المباشرة في الذكرى الأولى لتقليد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر صباح حفظه الله ورعاه والكويت مركزا إنسانيا عالميا. اليوم نسعد بلقاء مجموعة من السواعد الشبابية من أبنائنا الذين آمنوا بأهمية الدور الإنساني الخيري. شباب سخروا الكثير من وقتهم وجهدهم في خدمة الإنسانية. أعزائي المشاهدين، يسعدنا جدا باستضافة نماذج من أبناء هذا الوطن المعطاء، أبناء صباح الأحمد قائد العمل الإنساني. أهلا وسهلا بكم. في البداية طبعا شبابنا، اليوم نستضيف مجموعة من الشباب المميزين من طلبة كلية الطب والمتمثلين في حضراتكم عبد الرحمن عجاج، ماجد العقول، وأيضا الشيخ الحمدان، حياكم الله. الله يحييك. في البداية نسألكم، نبدي مع ماجد. مثل ما عرفنا أن لكم دور تطوعي إنساني عبر جهودكم في اللجنة الإنسانية، فياريت تقول لنا عن هذه اللجنة وما هي اختصاصها. أول شيء نبدي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أول شيء مشكورين على الاستضافة قناة تلفزيون دولة الكويت، وبهالمناسبة الحلوة يعني اللي هو ذكرى تقلد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقلد اللقب أمير الإنسانية أو قائد الإنسانية ودولتنا الكويت اللي هي مركز إنساني عالمي. طبعا لجنة الإنسانية هي جزء أو فرع من رابطة طلبة الطب الكويتية. الرابطة فيها أكثر من لجنة، واحدة منها اللجان اللي هي لجنتنا الإنسانية. لجنة الإنسانية اختصاصها والأنشطة اللي تقوم فيها يعني قائمة تهتم بحقوق الإنسان، تهتم باللاجئين وإلى آخره. إذا نقدر نقسمها تقريبا يعني حق ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو يعني أنشطة داخل الكلية، داخل نطاق الكلية. ثاني قسم اللي هو داخل الكويت، ولكن يعني تصير حملات مثلا بالمجمعات أو شيء خارج الكلية. وثالث قسم اللي هو أنشطة نقدر نسميها عالمية، مثلا مثل رحلاتنا الإغاثية. طبعا أكيد رابطة كلية الطب ممثلة في هذه اللجنة وضعت أهداف لأيضا إحياء اللجنة الإنسانية، ما هي أبرز أهدافكم ماجد؟ صح، طبعا أهدافنا يعني أول شيء نأصل الطابع الإنساني بطالب الطب، ونرفع يعني حس أو شعور بمعاناة الغير، بما أن احنا بعد يعني مثل ما تعرفون طلبة الطب، ف يعني العامل الإنساني جزء لا يتجزأ من مهنة الطب. فإحنا نحاول قدر الإمكان أن نأصل الطابع الإنساني، هذا الشعور بمعاناة الغير، يعني تقدير قيمة الإنسان بعيدا عن جنسية أو دين أو غيره. طبعا ننتقل الحين إلى عبد الرحمن، ما هي آخر أعمالكم الإنسانية العالمية؟ يعني عندكم رحلات تطوعية إنسانية كثيرة عملتوها في الفترة الأخيرة، فيا ريت تحدثنا عن آخر واحدة اللي هي الصومال. البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما قال أخوي ماجد، أحب أشكر تلفزيون الكويت القناة الثالثة وأشكركم شخصيا على حسن الاستضافة. وبهذه المناسبة باسمي وباسم رابطة طلبة الطب الكويتية أهني أبونا الشيخ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الذكرى السنوية لقائد الإنسانية والكويت كمركز إنساني. احنا كرابطة طلبة الطب الكويتية كعادتنا السنوية عندنا رحلات إغاثية، والحمد لله صار لنا تقريبا 4 سنين على هذا المشوار. يعني بداية انطلقنا إلى الأردن من خلال مساعدة 2 لاجئين السوريين هناك. السنة اللي بعدها شكلت رابطة طلبة الطب الكويتية وفد طلابي واتجهنا إلى جيبوتي. السنة اللي بعدها توجهنا إلى تنزانيا، والسنة اللي بعدها اللي هو هذه السنة من أسابيع قليلة رجعنا من أرض الصومال. صراحة ودي أتكلم ولو بشكل مبسط عن رحلتنا الإغاثية للصومال. هو الأمانة إحنا جميع رحلاتنا تتخذ نفس خلينا نقول الروتين أو الجدول، لكن كل رحلة إغاثية في هدف، في دافع يدفعنا لهذه الرحلة الإغاثية. جميل. بما يخص رحلة الصومال، كان هدفنا هناك هو الوضع الصحي بشكل عام، والوضع التعليم والثقافة والوعي للشعب الصومالي. لها الحمد كانت رحلتنا موفقة جدا، امتدت لخمسة أيام في مدينة هرقيسة. في أثناء وجودنا في الصومال قمنا قافلة غذائية بفضل الله
ثم فضل تبرعات أهل الكويت أهل الخير قدرنا نتكفل بتوزيع 150 طرد غذائي يشمل على المستلزمات الأولية. أكلمكم مثلا عن العيش، السكر، الطحين، الدهن، قدرنا نوزعهم على 150 عائلة فقيرة في قرية دار السلام تحديدا. شعوري هناك وأنا متواجد في مدينة في قرية دار السلام أن لما تشوف مثلا مثلا خلينا نقول مثلا امرأة عجوز كبيرة بالعمر طالعة من بيتها، يمكن تكون تعبانة، يمكن تكون مريضة، يمكن تكون جوعانة، طالعة بنص الحر وبنص الصحراء بس عشان تحرص أن تأخذ حصتها من هذه المؤونة الغذائية. يعني مثل هذه المواقف لسان حالنا يقول أن الله يعز الكويت والله يخليها والله يحفظ لنا النعمة اللي احنا عايشين فيها. موضوع آخر كجزء من القافلة اللي رحنا لها بالصومال كانت القافلة الطبية، أو تقدر خلينا نسميها نقول مستشفى متنقل أو كلينك متنقل. تضمن احنا كوفد من رابطة الطلبة الطب الكويتية ومعانا استشاريين كبار استشاريين من الباطنية والجراحة. تضمنت 10 تخصصات طبية منها العيون، الأسنان، العيادة الباطنية، الجراحة، روماتيزم، عظام، كثير من التخصصات. وانتقلنا إلى مدينة بالجبلي هناك. هذه القافلة كانت تحت إشراف رابطة الطب الكويتية. احنا حريصين دائما ان احنا نترك بصمة وطنية بكل رحلة نروح لها. توفيق من الله وتبرعات أهل الكويت قدرنا نعالج هناك أكثر من 500 مريض كفحص طبي، كتحاليل طبية أو توزيع أدوية. والشيء الأهم أن خصصنا جزء من هذه التبرعات للعمليات الجراحية هنا في الماي البيضة أو خلنا نسميها الكتراكت، استئصال المرارة، المناظير وإلى غير هذه. جميل شيخ الحمدان، لكم بصمة واضحة من خلال كلام الإخوان أمانة، ووجودكم ووجود اللجنة الإنسانية. يمكن في روابط في الكليات الثانية ما فيها اللجنة هذه، يمكن أو ما فعلت هذه اللجنة بقدر التفاعل منكم بالبداية، وكذلك أنشطتكم الواضحة في أكثر من دولة. يمكن تشاركتي في رحلة الصومال الأخيرة، كان لك دور أكيد في هذه الرحلة، خصوصا انت يعني دائما المرأة تكون عاطفية وايضا تحمل الرسالة الانسانية. يمكن ما نبي نظلم الرجال، لكن ايضا انت كونك امرأة ايضا شاركتي في هذه الرحلة. كلمينا عن شعورك، شنو اللي فعلا الاستفادة اللي خرجتي منها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين اللي يلا وفقنا وقدرت اشارك في رحلتنا الاخيرة للصومال. ما تتصورون مقدار السعادة اللي شعرنا فيها وإحنا نقدم المساعدة للعوائل المحتاجة. أتكلم باسمي وباسم أعضاء الوفد كله في أنك تقدم مساعدة لغيرك وأنك ترسم البسمة على وجوههم، حتى لو بشغلة بسيطة راح تشوف أثرها جدا كبير. هم فعلا يعيشون بظروف معيشية صعبة، لكن أي فعل بسيط فهو يترك بصمة في قلوبهم وفي حياتهم. من الأشياء اللي تعلمتها من خلال هالرحلة هذه، احنا قاعدين بالكويت الحمد لله بخير ونعمة، لأن من ولادتنا هالنعم موجودة، فساعات ممكن ما نحس فيها، لكن لما نسافر لدولة محتاجة مثل الصومال فنشوف الفرق بيننا وبينهم. نتذكر كل نعمة احنا عايشينها الحمد لله وموجودة متوفرة لنا. هناك شفنا في مواقف وايد مرينا فيها، من المواقف كنا نشوف الناس فعلياً تتنافس عشان لقمة العيش. من المواقف المؤثرة اللي عايشناها من خلال أنشطتنا، كنا لما نطلع لأي مكان أو قرية بعيدة كنا نأخذ معانا مثل الألعاب حق الأطفال أو حلويات، فلما كنا نوزعها كان في طفل موجود، استغربنا من أنه ما قاعد يتفاعل مع الأطفال، ما قاعد يسولف ويانا. فلما سألنا شو اللي تبي، أي شو اللي تبي موجود، استغربنا، أشر على بطل الماي، قال أنا بالماي هذا. تتصورون أن حتى الماي النظيف ممكن ما يتوفر لهم. فالحمد لله على كل نعمة إحنا نعيشها. وأنا صار عندي طموح عقب ما شفت وضع الصومال، أن عندي رغبة في أني أشارك بأي مشروع إغاثي للصومال عقب ما شفنا الوضع شو اللي يحتاجونه، أو نشارك في رحلات أيضا إغاثية ثانية لدول محتاجة. طبعا شيخة كونك يعني امرأة شاركتي في هذه الرحلة، ومثل ما ذكر زميلي انه يعتبر شيء صعب للمرأة، فشنو الرسالة اللي ودك تنقلينها للمشاهدين؟ حابة اوجه رسالة لكل شخص يتابعنا اليوم
في إن إذا كان عنده الفرصة في إن يتبرع أو يتطوع في أي عمل إنساني سواء داخل الكويت أو خارج الكويت فيبادر ويقدمها، أثرها فعلا كبير عليك أنت كشخص، وأثرها أيضا مفيد لغيرنا من الدول المحتاجة. وحابة أوجه بس كلمة، كوني شاركت في رحلة إغاثية للصومال، فأي شخص في عنده أي فرصة في أنه يروح يشارك برحلات إغاثية مثل رحلتنا لا يتردد أبدا في أنه يشارك فيها. نعم ماجد، يمكن تعلمتوا من خلال هذه الرحلات كيف التعامل مع مثل هذه المواقف، الرسائل دائما تكون واضحة أمام الناس أن شباب من دولة الكويت ممثلين باللجنة الإنسانية برابطة كلية الطب جايين فعلا يقدمون يد العون. هذه ليست بغريبة على دولة الكويت من خلال النماذج اللي قاعد نعيشها، لكن أكيد أنتوا قاعد تطورون مثل هذه الأعمال الإغاثية من رحلة إلى رحلة أخرى. احنا طبعا هدفنا بالرابطه، رابطه طلبه الطب الكويتيه، قلت لك بالنهايه اللجنه الانسانيه تهتم بحقوق الانسان واللاجئين، لكن هدف الرحلات هذه بالضبط يعني هدفها ان تحافظ على اسم او مستوى الكويت منها مركز انساني عالمي اولا. ثانيا يعني احنا يعني مثلا البعض يسال يقول ليش انتم تروحون الدول هذه بالخطر بالتعب بالحرب، حق تروحون خلاص انتم جمعت التبرعات تقدرون خلاص بس تعطونا حق المكتب ايا كان وهو ينفذ هو يوصل هناك وخلاص. فاحنا لا يعني حرصنا انه يكون في تغطيه اعلاميه زين، لان هذا يمكن هو اكثر شيء ياثر بالناس بالكويت ولا بالخليج ولا برا. فانا حتى يمكن يذكرون زملائي بالوفد انه قبل كانوا يسموني بالوفد الكاميرا، لان انا كنت دائما توثق اي دائما كنت ماسك الكاميرا واصور، ان اهم شيء يمكن الرحله هذه اذا ما صورناها وما نقلناها حق الناس ما نقلنا تجربتنا اللي احنا يعني رحنا هناك تعبنا عشانها يمكن تروح ما منها فايده، بس جمعنا تبرعات. اما نبي هذا العمل يستمر، نبي نظل محافظين على مستوى الكويت، فان هي متراسه يعني او متقدمه مراكز الانسانيه بها. طبعا انتم تعتبرون مثال قوي للشباب الحريصين على العمل الانساني ومثال يعني يحتذى به، فشنو الكلمه الاخيره اللي ودكم توجهونها؟ انا صراحه يعني ودي اوجه كلمه، احنا الهدف والغايه من وراء هذه الرحلات اللي احنا نسويها، او بغض النظر عن الرحلات ممكن تكون انشطه انسانيه خيريه ممكن تكون اقليميه او عالميه، الهدف منها ان توعيه كل خلينا نقول مثلا على المستوى الجامعي توعيه كل طالب جامعه ان يعني تكون في هذه البصمه، يعني يحرص على مثل هذه الانشطه. ودي اي طالب وده يشارك وده يشوف، ترى لما يعني لما تشوف غير لما تسمع، احنا وايد سمعنا عن اوضاع خلينا نقول الصومال او جيبوتي تنزانيا ايا كان، لما تشوف بعينك غير، لما تشوف يعني فرحة الطفل وابتسامته ودمعته بعينه نفس ما قالت اختي شيخة ان كان يبي معنا العاب وهدايا بس اشرح الماي، انت تتكلم عن عقلية الطفل اللي هو محتاج انه يلعب انه يستانس، بس لا في عنده اولويات. هذه الاشياء لا يمكن انك انت تسمعها، لازم تخوض التجربة بنفسك. فلذلك احنا كنا حريصين ان احنا خلال رحلاتنا وسفرتنا ان نكون قناة اعلامية متنقلة، ننقل حق المجتمع الكويتي كله، ننقل حق المجتمع الخيري كله ان هناك شعب يحتاجكم، ممكن ما يدرون عنكم. فاحنا بس هذا هدفنا ان احنا نوصل رساله لكافه افراد الشعب الكويتي ان استمروا في هذه الاعمال الخيريه، لازم تظلون دائما متقدمين ومترأسين في هذه الاعمال. جميل، اليوم احنا نحتفل في هذه الاحتفاليه المميزه في واحد من ابرز الشخصيات اللي نعتز فيها، صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الاحمد، تنصيبه وتزكيته وتلقيبه بهذا اللقب الغالي قائدا للعمل الإنساني. هذا أكيد يعطيكم كشباب وكلجنة إنسانية دافع للاستمرار ودافع للانطلاق من جديد من رحلة إلى رحلة ثانية. اليوم هذا اللقب شنو يمثل لكم، شنو يعطيكم من دافع أيضا استكمال هذه الحملات المميزة؟ احنا جدا سعداء وجدا فخورين بتقليد صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر صباح مثل هذه الالقاب، هذا يعني مصدر سعاده وفخر لنا، بل دافع لنا ان احنا نستمر ونكمل مثل هذه المشاريع. هذه احنا الحمد لله يعني
أعمالنا الإنسانية وأعمالنا الخيرية هي أعمال شهرية بل سنوية، فهذا يعتبر كدافع لنا أن إحنا نكمل ونستمر في مثل هذه الأعمال. وماجد، أنا نفس ما قال أخوي عبد الرحمن، يعني هذا الاسم أو هذا اللقب نبارك حق الشيخ صاحب السمو بهاللقب أو الذكرى الأولى حق اللقب، وهاللقب ما جاء من عبث يعني، لأن صدق يعني أبناء الكويت من زمان، من أيام جابر العيش حتى، زين معروفين بالعمل الإنساني داخل الكويت وبرا الكويت. فالرسالة إن إحنا يعني نحافظ على العمل الإنساني داخل الكويت وهم برا الكويت، ونقول يعني خلصنا الرحلة الإغاثية هذه، لكن إن شاء الله العمل الإنساني ما راح يخلص وما راح ينتهي، مستمرين إن شاء الله. نعم أكيد شيخ الحمدان، لك كلمة بهذه المناسبة، خصوصا أنت أيضا شاركتي في مثل هذه الحملات. أنا أول شيء فعلا فخورة في أن الكويت حصلت على هذا اللقب، أنها مركز إنساني عالمي، وأبونا الشيخ صباح الله يحفظه قائد الإنسانية. للأمانة العام لما سمعنا في هذا اللقب كلنا فرحنا، لكن كنا شاركنا في رحلات إغاثية مثل رحلتنا للصومال، فإحنا شفنا المعنى الحقيقي لهذا المعنى. عسى الله يوفقنا إن شاء الله ويزيدنا من فضله ويقدرنا على فعل الخير. أنتم تستاهلون كل خير أكيد شباب، تعملون في لجنة مميزة، لجنة فعلا أنا أمانة فخور فيها، لجنة إنسانية في رابطة كلية الطب. شكرا لكم، شكرا عبد الرحمن عجال، شكرا ماجد العقول، والشيخ الحمدان شكرا لك. إذن هبة أعتقد أن احنا مستمرين مع تغطيتنا في هذا اليوم المميز، وعندنا نتابع مع مشاهدينا الكرام لقاء خاص مع سعادة السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد الخليفة. بفعل الخير موجودة، بفعل الخير موجودة، صدى أفعالك الطيبة.